منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بتعز تكرم أبطال مركز العقل الإبداعي المشاركين في البطولة العربية 15 للروبوت والذكاء الاصطناعي بالأردن، والبطولة الوطنية الأولى في عدن، كون هؤلاء هم من يرسمون معالم المستقبل. العملية التعليمية بالنسبة للحزب الاشتراكي تحتل مسألة محورية في بناء الدولة وبناء المستقبل، وهذه المجموعة الاستثنائية في محافظة تعز قمنا بدعمها والاهتمام بها على طريق لفت انتباه السلطات لهذه المبادرات النوعية والمتميزة والابتكارية. أحمد محمد عبد العرشي قدم من مديرية المعافر كأصغر المبتكرين، شارك بأكثر من بطولة وبأكثر من اختراع، كرم اليوم مع زملائه الذين استعرضوا إنجازاتهم، فدعم هؤلاء وتنمية عقولهم وإبداعاتهم دعم لمستقبل البلد. شاركنا في البطولة الوطنية في كانت في محافظة عدن، وبعدها انتقلنا إلى البطولة الوطنية للروبوت كانت في المملكة الأردنية الهاشمية، واستطعنا تحقيق المركز الأول والثاني والثالث، وشاركنا في السومو متقدم، والحمد لله استطعنا نحقق مراكز ونرفع رأس اليمن عاليا. عند الحروب وغياب الدولة تتقدم الأحزاب لتشجيع المواهب وتحفيز المبدعين وإعانة الدارسين على مواصلة تعليمهم ليصبحوا قيادات المجتمع وبنات الدولة عند الاستقرار.